تعودتوا معانا بحرك انه احنا دائما بنعرفكم على العاب رياضيه مختلفه، بس اليوم الاشي المختلف انه حولنا حرك لاختبار، اختبار لياقه لناس اللي دائما بتشوفوهم بس هم قاعدين. رح نعرف اليوم قد ايه مستوى اللياقه تبعتهم، وبركي انا قدرت هيك افش خلقي فيهم، فخليكم معانا اليوم. كيفك أليس؟ حبيبتي زينة متحمسة وبيأجلس مالك خايفة أليس مبدئياً مرتبة طيب شوفوا شو رح يصير اليوم احنا قررنا انه نقسم حالنا فريقين وبدنا نلعب بينتبول ماشي؟ متأكدة أنا متأكدة أنتوا متأكدين؟ ديري بالك على حالك فالفكرة لازم ديري بالك على حالك انه ديري بالك على حالك الفكرة انه لازم احنا هلا نقسم حالنا فرق وبعدين في قوانين اللعبة لازم نحترمها زي انه مثلا ما نطخ حدا بوجهه نضل نتحرك انه مش كلنا نتخبى ما بدي كلنا نتخبى مثلا كلياتنا نتحرك وبدنا نشوف مين اخر واحد راح يضله عايش او راح يكون يصمد شي واحد حيموت على اذا مثلا انا طخيتك خلص تطلع برا اللعبة حسب وين طخيتيني انا عن جد عم بسأل لا انا اذا هلا احنا عاملينها انه اذا طخني على قلبي اوكي ما تطخني على قلبي تمام اوكي هاي العشقروش اوكي رح تختار طبعا بما انه سمير كبيرنا سمير أوكي. كبير العيلة رح انا وياك نفليب اكوين وانت بتختار واحد من اليس او عمر ماشي تمام ايش بدك ملي. ايش يعني راس يعني عرب ولا انجليز يعني عرب طب نسويها متوازنه شب وبنت شب وبنت اوكي اختار يلا عمر هو بيني يعني راب اوكي يلا اسمعي بدنا نخدم علم اليوم أوكي. كلكم جاهزين يلا نروح نجهز حالنا يلا تفضل يعني انا كتير كتير متحمسه انه انا وفريقي مع سمير لانه انا وسمير دائما متعودين نكون بارتنرز فخلص صرنا نفهم على بعض بس الشيء الوحيد اللي خوفني صوت الطلق هلا كان سمير وعمر عم نشتغل عليه عم نشوف كيف الفرد عم بيشتغل لقيت الموضوع كتير صعب انه انا عم بنقز من الصوت فهاي لحاله يمكن يخسرني بس بنفس الوقت بدي اكسر هذا الخوف وبدي افرجي زينة وعمر انه انا وسمير حنكون اقوى فريق مبدئيا رح نلقن زينة وعمر درس مش رح ينسوه الحماس كبير ثقتي بألس عالية إن شاء الله خير يعني مبدئياً هلأ موضوع أني أخاف أنه رح نفوز لما رح نفوز واضح الفروق الفردية واضحة أنا وعمر عمر تلميذي أنا وعمر رياضيين فبرضو فاهمين على بعض عارفين شو بدنا فأنا متأكد أنه عمر بقدر يركض بسرعة هلأ هاي مش أول مرة بلعب هاي اللعبة بس لما لعبت اخر مره خسرنا خساره قاتله اليوم معنا زينه كويس فيها انه هي قتاليه يعني حتى لو ما بتعرف الشغله خلص بدها تلعب وبدها تفوزهم الله يستر هلا في يعني سمير يمكن يكون مش كثير سريع أليس مش كثير بتتحرك فانا بحكي احنا هنفوز 100% We'll be right back.
مبدئيا لا فزنا انا وعمر. هي وقف بالله لا تعال وقف. اول شيء الاصابه المرحله الثانيه. المرحله الثانيه بتحكي انه القائد لازم يكون مش متصاور. هي القائد تبعنا اموره تمام. غطي الاحمر. القائد تبعنا كمان مش متصاور بس هم مبدئيا سمير ما حدش صاور غيرك باللعبه اليوم. هم متصاورين انا لانه القائد مش لازم دقيقه زين مش القائد لازم يضل متخبي ما يصير له ولا شيء. طب انت خسرتي حمايتك صفيتي لحالك. انا عشان مخفف تحبي نرجع ونطخ هيك نحك ورانا متعادلين صح متعادلين اكيد متعادلين. هاي اصابتي انا برجلي. هاي اصابتي ما عادش حدا انه بوجهك. لا هاي مش وبصدرك وبصدرك وبظهرك بس انت هاي من واحد كان لابسها. لا بس انا طخيت كيف يعني المحضر مش فتش هاي عم احكي لك كلمه فيش داعي احكي مبين الشغل. والله رفعت الماسك اني على الواقع. انا لو المارك حقيقي مو في زمان صح. انت مبدئيا انا كنت خايفه منك مبدئيا يعني صراحه. انا عشان احمي أليس فطرتني اتوغل لحالي. عمر احكي. عمر رجعنا البندقيه تبعته مش طاخخ الا بدقه. مهندس لازم يحسبها. عمر انه صدق انه القائد المشكله انا يعني انا كثير مبسوط وصار يلعب ايش ورا. انا كثير مبسوط انه فزنا بس عمر عن جد كان متخبي وانا لحالي بركض. فزنا ما فزتوا. احنا فزنا تعادلنا. عمر فزنا ولا ما فزنا؟ تعادلنا. فزنا. عشان واحد يخسر لازم تيجي فيه طلقه وهذا البند ما كان موجود عندنا. اوكي ما اجتني ولا طلقه فريقكم انطلق. دقيقه كيف الواحد بيخسر؟ طب ما هي اذا القائد بنطخ. القائد نحن عندنا بطلب امداد. بطلب امداد. بطلب طلق ثاني عادي. اوكي خلصتوا طبقه تاعكم بطبيعه الحال. اذا انا كملت وانا كان معي انا لسه كان عندي طابه باي ذا واي. كان بالطابه ممكن تصبيني بالطابه هاي اللي ضلت. طب اليس احنا رحنا رياضيه بس ما انت كنتي بتخبي بتحبي اطلع صحك ياك. وزينه فازوا واحنا ان شاء الله في معركه اخرى المره الجايه. مبروك يا كباتن. اردف. السلام عليكم. هيك حرك بكون خلصت لهذا الاسبوع وانا وعمر فزنا. استنونا الاسبوع الجاي في حرك جديده.